يوجد شخص يعمل على بند العمال وعليه ديون وهو يستلم من الضمان الاجتماعي، فما الحكم بأخذ المال من الضمان الاجتماعي مع العلم أنه لم يخبرهم بذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان محتاجا وليس عنده كفاية مؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونتهم، فإنه مستحق للضمان الاجتماعي ومستحق للزكاة، لأن الضمان الاجتماعي إنما جعل لحاجة المحتاجين وسد عوز المعوزين، فولاة الأمور وفقهم الله إنما جعلوا هذا الباب للمحتاجين. فإذا كان محتاجا ودخله لا يكفيه لمؤونته ومؤونة من ينفق عليهم، فإن له الأخذ من الضمان الاجتماعي وله الأخذ من الزكاة، ولا يمنع ذلك أنه يشتغل على بند العمال، لأن هذه الوظيفة لا تكفيه. نعم.